حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة، والذي نستعرض فيه عناوين الصحف والمواقع الإخبارية ومقالات الرأي والتحليل ومنشورات الصحافة الجديدة. والبداية من المواقع الإخبارية. الصحوانات: العرادة يطالب الصليب الأحمر بدور أكبر لإنجاز صفقة تبادل وفق قاعدة الكل مقابل الكل. وفاة وإصابة 319 مواطنا في حوادث سير خلال أكتوبر الماضي. ميليشيا الحوثي تحاصر منازل آل الأحمر بصنعاء تمهيدا لمصادرتها. فريق الخبراء: ميليشيا الحوثي زودت القاعدة بطائرات مسيرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة. باحث اقتصادي يحذر من مجاعة قادمة في اليمن إذا لم يتم وقف التدهور الاقتصادي. المصدر أونلاين: إغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة في محافظتي المهرة وحضرموت. أكد استمرار الصراع داخل الشرعية. تقرير الخبراء: الانتقالي رفض انعقاد جلسات البرلمان في عدن ويروج لهيئة التشاور. تحالف في المجال الأمني والاستخباري: فريق الخبراء الحوثيون زودوا تنظيم القاعدة بطائرات مسيرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة. الرئيس العليمي يصل مصر رفقة وفد حكومي للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي. في العاصمة أونلاين: نادي المعلمين: أموال صندوق المعلم تذهب لصالح قيادة الحوثيين في صنعاء. منها العنف الجنسي: تقرير يكشف جرائم الحوثيين بحق الأطفال في المخيمات الصيفية. في سهيل نت: العرادة يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستكمال صفقة تبادل الأسرى والمختطفين. الحرف 28، تقرير فريق الخبراء: ميناء الحديدة تحول إلى مركز لعمليات التهريب المنظمة. يتذوق الموت: أسرة تربوي مختطف لدى الحوثي تطالب بإطلاق سراحه وتؤكد تدهور صحته. الحوادث المرورية تواصل حصد الأرواح: مئات الوفيات والإصابات خلال أكتوبر. نادي المعلمين: جبايات الحوثي باسم المعلم تذهب لصالح اللصوص. في يمن ديلي نيوز: استبعاد المنافس الأبرز للعيسي من الترشح لرئاسة الاتحاد اليمني لكرة القدم. يمن مونيتور: الشركة اليمنية للغاز تعتزم سحب واستبدال 60,000 اسطوانة تالفة من السوق. المنتصف نت: هجرة اليمنيين تهريب، الهروب من الموت إلى الموت. تفكيك 636 لغما من مخلفات الحوثي خلال أسبوع. لتكريس الأفكار الطائفية بجامعة صنعاء: ميليشيا الحوثي تلغي مركز دراسات وبحوث. مارب بريس: طارق صالح خلال اللقاء الموسع للقيادات العسكرية بالحديدة: المشروع الوطني هو الضامن لاستعادة الدولة وهزيمة إيران، والبندقية هي من ستعيد الدولة. بران بريس: شاحنة اصطدمت بسيارته، نجاة عضو الرئاسي اليمني طارق صالح من حادث مروري في طريق الخوخة المخا. ومن الصحافة المحلية إلى الصحافة العربية. في صحيفة الشرق الأوسط: الرئاسي اليمني يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة، جهود حكومية للسيطرة على تدهور سعر العملة. في العربي الجديد: حرب غزة في يومها 394، 32 شهيدا منذ الصباح وقصف 3 مستشفيات شمالا. في القدس العربي اليمن: العرادة يدعو لإنجاز صفقة تبادل للأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل. من عناوين الصحف والمواقع الإخبارية إلى مقالات الرأي والتحليل، وفيها نطالع ما نشره موقع يمن شباب نت للكاتب صلاح الأصبحي تحت عنوان ضعف الخطاب الوطني. الكاتب في مقاله شدد على أهمية إعداد خطاب وطني قوي لمواجهة الخطاب السياسي الطائفي الحوثي، مؤكدا أن خطاب الشرعية والمكونات السياسية الوطنية الحالية ضعيفا وباهتا ولا ينفصل عن الموقف والرؤية للواقع والمشهد السياسي ككل، كونه يعكس تشتت حاملية وتباين مواقفهم تجاه الوطن ومصالحه الأساسية. منذ سقوط صنعاء بيد الانقلاب الحوثي، والانقلاب يحشد لخطاب سياسي طائفي متعدد المصادر ومتنوع المنابع لدرجة تغلغله في وعي العامة والخاصة وتحديد لغته وأهدافه داخليا وخارجيا،
وفي المقابل كان الخطاب الوطني للشرعية والمقاومة والأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية التي وقفت في وجه الانقلاب ضعيفا وباهتا ولا ينفصل عن الموقف والرؤية للواقع والمشهد السياسي ككل. لا يقتصر الخطاب الوطني على لغة الإعلام وبرامج التلفزة ومنابر المساجد، بل في الحقيقة يمثل الفعل السياسي والرؤية الوطنية واصلة هذا الخطاب بهموم الواقع وتحديات اللحظة الراهنة للدولة والمجتمع ومهددات بقائهما معاً. إن تشتت الخطاب الوطني يثبت دون شك تشتت حامليه وتباين مواقفهم تجاه الوطن ومصالحه الأساسية وتغلب مصالح الأفراد والمكونات السياسية على مصالح الدولة والاحتفاظ بإرث الماضي وصراعاته وبقائه متحكما في معطيات اليوم. لماذا فشلنا طيلة 10 سنوات في توحيد خطاب وطني منبثق من عمق ولائنا الوطني وعزيمتنا الجمهورية وإرادتنا الثورية ومبادئنا الدستورية ووعينا السياسي وطموحاتنا الديمقراطية وحاجتنا الملحة لاستعادة الدولة وتحريرها من قبضة الانقلاب والتحكم بحاضر اليمن ومستقبله من قبل قوى وطنية قادرة على حماية مصالحه وتحقيق طموحاته بالاستقرار والسلام؟ موقع ماربرس نشر مقالا للكاتب سيف الحاضري تحت عنوان الوضع الاقتصادي وانهيار العملة. الكاتب في مقاله أكد أنه من غير المقبول صمت الحكومة على التدهور الحاصل الذي تشهده العملة الوطنية أمام العملات الأخرى، مشيرا إلى المعاناة التي يتحملها الشعب اليمني جراء هذا الانهيار الذي يدفع بالشعب نحو الفقر والموت جوعا بوتيرة تتسارع بشكل لا يحتمل. تعجز الحكومة عن اتخاذ قرارات جريئة وهامة لوقف هذا التدهور الاقتصادي المستمر، ما يدفع بالشعب نحو الفقر والموت جوعاً بوتيرة تتسارع بشكل لا يحتمل. لم يعد من المعقول أن لا نجد صوتاً في أوساط النخبة الحاكمة والسياسية يرفض هذا الانقياد الأعمى ويصرخ بالحقيقة مكاشفاً الشعب بما يجري ويكشف من يقف وراء عجز الحكومة عن أداء واجباتها الدستورية لإنقاذ البلاد من الانهيار الشامل. أصبح هذا الصمت بحد ذاته عدواً للشعب والوطن وسلاحاً يخنق أنفاسنا. تحدثوا، قولوا لنا ما الذي يحدث وواجهوا الشعب بالحقيقة قبل أن يفوت الأوان ويصبح للكلام قيمة معدومة. تحملوا المسؤولية بأمانة أو تنحوا جانباً وأفسحوا المجال لمن يستطيع كشف الحقائق. تذكروا آلاف الأسر التي تغلق على نفسها الأبواب متعففة وأطفالها يتضورون جوعاً. تذكروا أن هناك عشرات الآلاف من الأطفال حرموا من التعليم، غير قادرين على التسجيل في المدارس بسبب عجز أسرهم عن دفع الرسوم الدراسية. عليكم أن تدركوا أننا نعيش واقعاً مليئاً بالتحديات التي تعجز الأسر عن مواجهتها، حيث يكافح الناس من أجل تلبية الحد الأدنى لمتطلبات الحياة، بل البقاء على قيد الحياة. فماذا أنتم فاعلون؟ إلى صحافة الجديدة، والبداية من الفيسبوك. محمد الجرادي على صفحته بالفيسبوك أشار إلى خلاصة تقرير فريق الخبراء الدوليين الصادر مؤخرا عن اليمن. تقرير مثير للخبراء الدوليين بشأن اليمن. الخلاصة، جماعة الحوثي لا تنظر إلى الشعب إلا كمرتزقة ومأجورين لخدمة مشروعها الحربي دون اعتبار لمن تحكمهم أو معاناتهم. يشير التقرير إلى تورط الحوثي في تنسيق ودعم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت إشراف إيراني من خلال توفير السلاح والمتفجرات والطائرات المسيرة. أوضح التقرير أن الحوثيين يمارسون الابتزاز ضد شركات الشحن حيث يتقاضون ملايين الدولارات مقابل عدم استهدافها، إضافة إلى رصد خلايا تابعة للحرس الثوري تعمل على تجنيد الأفارقة للقتال في الجبهات الداخلية وتهريب الأسلحة والمخدرات عبر البحر. ويكشف التقرير عن استقطاب شخصيات ومجندين من قبائل الأورومو الأثيوبية حيث يتم تأهيلهم عسكريا وإعادتهم إلى بلادهم لتأسيس نواة تنظيمية وعسكرية. يذكر أن قبائل الأورومو تعد أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا حيث يشكلون نحو 45.5% من سكان البلاد. عبد السلام محمد أشار إلى طبيعة التخادم الحاصل بين الكيان الصهيوني والنظام الإيراني. أرسلوا لنا إيران تقتل وتشرد وتفكك بنية دولنا ومجتمعاتنا حتى تنسينا دمويتها جرائم إسرائيل في فلسطين. فقامت إيران بالمهمة على أكمل وجه في العراق وسوريا ولبنان واليمن،
ثم ها هي إسرائيل تنفذ مخططها في بحر من دماء الفلسطينيين واللبنانيين، وبقي العرب أمام جرائم إسرائيل صامتين مصدومين من هول ما فعلته فيهم إيران، ولم تعد تحرك فيهم الدماء في غزة وجنوب لبنان مشاعر القهر أكثر من الحزن الذي سكبوه في دمشق وبيروت وبغداد وصنعاء. نجحت إسرائيل في استخدام إيران، ونجحت إيران في العمالة لإسرائيل، وبقي العرب ضحايا للعدو والعميل. أما محمد الأحمدي قال أن الجماعات الطائفية التابعة لإيران تتشابه كثيرا مع النموذج الشيوعي في إدارة المجتمعات بالقمع والتضليل وتغييب العقل وسحق الحقوق الفردية. الجماعات الطائفية التابعة لإيران بمثابة إحياء للنموذج الشيوعي في إدارة المجتمعات بالقمع والتضليل وتغييب العقل وسحق الحقوق الفردية. الفرق بين النموذج الشيوعي والنموذج الشيعي الطائفي أن الأخيرة بلبوس ديني. المفارقة أن عملية الإحياء الشيعي الشيوعي في الشرق الأوسط تمت بدعم من الرأسمالية الغربية، أليس كذلك؟ أما في منصة إكس، خالد العلواني تساءل عن نتائج معادلة حصار الحوثي لمنزل أسرة الشيخ الأحمر في صنعاء تمهيداً للسطو عليه بعد أن فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على الشيخ حميد لمناصرته لغزة وفلسطين. ما هو ناتج المعادلة التالية؟ الشيخ حميد الأحمر يتزعم رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، جماعة الحوثي تزعم مناصرتها لغزة وفلسطين، وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على الشيخ حميد وشركاته بتهمة دعم حماس، جماعة الحوثي ترفع شعار الموت لأمريكا وتفرض حصارا على منازل أسرة الشيخ الأحمر في صنعاء تمهيدا للسطو عليها انتصارا لفصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس. أما محمد يحيى البارد أشار إلى النتائج المترتبة على نهب رواتب المعلمين، مؤكدا أنها جريمة بحق أمة بأسرها. إن نهب رواتب المعلمين لا يعد جريمة بحقهم وحدهم، بل هو جريمة بحق أمة بأسرها، بل عمالة لأعداء الأمة. فالمعلمون هم صناع المستقبل، وعلى أكتافهم تبنى الأجيال ويزدهر الوطن. إن إهمال حقوقهم هو إهمال لمستقبل أولادكم جميعاً. حسن الفقيه أورد إحصائية بعدد المهاجرين الذين هجرتهم إيران من مدنهم وقراهم خلال السنوات الماضية. هجرت إيران وأذرعها أكثر من 40 مليوناً من العرب، ودمروا واستباحوا 4 حواضر وعواصم عربية، ومارسوا حرب إبادة وتهجير جماعي، ثم عند أول خبطة تعرض لها المحور استفاقوا يستغيثون ويزايدون. أين العرب؟ أما عادل الشجاع قال أن دفاع الحوثي المزعوم عن الوطن تحول إلى اعتقال كل من يرفع العلم الوطني واتهامه بإقلاق السكينة. تحول دفاع الحوثي عن الوطن لاعتقال من يرفع العلم الوطني واتهامه بإقلاق السكينة. فعلى ماذا تدافع هذه العصابة الفاشية إذن؟ وإلى متى ستظل تستفرد باليمنيين الواحد بعد الآخر؟ إذا لم تتشكل مقاومة تضرب مناطق الضعف لهذه العصابة، فسيظل البعض يواجه جحيم السجون وآخرون يواجهون خطر الاعتقال. أما أسامة الشرمي أكد أن تحشيد المقاتلين من الأطفال والمغرر بهم إلى تخوم المناطق المحررة من قبل الحوثي تحت شعار إسناد غزة استغلال للقضايا العادلة. إن تحشيد ميليشيا الحوثي للمقاتلين من الأطفال وبعض المغرر بهم إلى تخوم المناطق المحررة تحت شعار إسناد غزة واستغلال لئيم وإجرامي من قبل هذه الميليشيا للقضايا العادلة. أما حمدان الرحبي تحدث عن التحديات التي تواجه الصحفيين اليمنيين في الوقت الحاضر. أكبر لعنة للإعلاميين والصحفيين أن فرضوا عليهم ناشطين مفسبكين ومغردين واستبدلوهم بالإعلاميين المهنيين. لا يمكن أن يكون الناشط الفيسبوكي إعلاميا، لأن الإعلام مهنة ووظيفة سامية مهمتها نقل الأخبار والمعلومات للجمهور وفق قواعد الصحافة المعروفة. أما نجيب غلاب أكد أن الحوثي يعيش ورطة مربكة تتمثل في كونه
مرفوض داخليا وخارجيا. معضلة الحوثي يريد أن يفتح حروبا ضد العالم، وأكثر من يريد الخلاص منه اليمنيون. الحوثي في ورطة مركبة، مرفوض داخليا وخارجيا، وكافة دعاياته أصبحت ضده. بالأخير اليمني ليس معتوها كالحوثيين، وتحولوا إلى مصاصي دماء للجوع والفقراء ولحركة الحياة والسلام وكافة ادعاءاتهم لاستمرار الجريمة. المتبقي من الحلقة جولة في رسوم الكاريكاتور. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حديث الصحافة. إلى الملتقى، في أمان الله.